البرلمان خلال مناقشة ملتمس الرقابة، مما أغضب أحزاب اليسار وتوصل بورقة الطلاق من أحزاب اليمين. ضيفنا اليوم ظل في فترة الانزواء مثار العديد من الاستفهامات، وكانت تحركاته تؤول بأنها ضد مصالح الوطن، إلى أن فاجأ الجميع وهو يتحمل مسؤولية رئيس للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. ورغم أن رئاسة المجلس لم تحظى بقبول البعض واعتبره آخرون بأنه من إرث الماضي، إلا أنه يتمتع بشخصية كاريزمية لدى الغالبية التي ترى فيه رجل المرحلة القادرة على إقناع عبد العزيز المراكشي بالالتحاق بأرض الوطن. ضيف حلقة اليوم متزوج، أب لخمسة أطفال، سيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. مساء الخير. مساء الخير سي مولاي مصطفى. يحاوره الزملاء الصحفيون علي أنوزلا الجريدة الأخرى، أسبوعية الجريدة الأخرى، مصطفى العراقي يومية الاتحاد الاشتراكي، محمد عيادي يومية التجديد. يحاوره الزملاء الصحفيون في المحاور التالية: المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء بين إرث الماضي وتناقضات وتجاذبات الحاضر، بين من يطالب بالانتخاب ويرفض التعيين، بين من يحتج على إقصائه وتهميش دوره للمساهمة في اقتراح الخطوط العارضة لمشروع الحكم الذاتي الذي يشرك الصحراويين المغاربة في تندوف والعيون. حكم ذاتي موسع مقترح من طرف الفرقاء السياسيين، وفعاليات المجلس الاستشاري الملكي لتبديد الاختلاف وتدبير الشأن المحلي في إطار جهوية موسعة قابلة لاستيعاب كل الأصوات من أجل المساهمة والمشاركة في بناء تنموي لمغرب قوي، وتقديم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخطط المندمجة هي الحل الوحيد والأوحد لمشكل الصحراء المغربية. الدبلوماسية الخارجية للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء تغيير في التكتيك من أجل استراتيجية واحدة هدفها المصالحة، إدماج الكل في الوطن المتسع للكل، الوطن الغفور الرحيم. سيد خلينا من جديد، مساء الخير. مساء الخير. القضية الوطنية الأولى اللي هي قضية الصحراء دخلت في المرحلة الأخيرة منعطفا حاسما، هي الآن من بين الملفات المتداولة في الأمم المتحدة في مناخ دولي جديد تتجاذبه مختلف الأطراف، منها المؤيدة للمغرب ووحدته الترابية، ومنها من يعاكس المغرب، ومنها من يقف موقف المنتظر. المغرب بادر بتقديم حل لحكم ذاتي موسع. الأمين العام للأمم المتحدة جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تفرض أي حل على أطراف الخلاف. الجزائر الدولة المؤيدة والمساندة بكل إمكانياتها لأطروحة الانفصال لم تغير موقفها من المغرب ووحدته الترابية. حركة البوليساريو فاجأتها المبادرة المغربية وزادت في تعقيد وضعها السياسي المتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي، وعمقت من تصدع صفوفها، وارتفعت أصوات نافذة تطالب بالحل السياسي اللي هو المنفذ الوحيد واللي المغرب بادر به من خلال الحكم الذاتي الموسع اللي تم التهيئ له بتفعيل المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية. سيخ لينا، المجلس الملكي الاستشاري لعين أخيرا يضع إشكالية الثقة في الواجهة، خصوصا أنه لم يتم وضع تقييم لتجربة المجلس القديم بوضع سلبياته جانبا ومحاولة
إيجاد السبل الكفيلة لتجاوزها. طرحت مسألة الثقة في التركيبة ديال المجلس. هناك من تحدث عن أموات، هناك من تحدث عن تعيينات غير متوقعة، هناك من تحدث عن الإقصاء وعن التهميش. بشكل مباشر سيخليه لنا بلا عموميات، كيف يمكن أن يكون المجلس ممثلا لكل الصحراويين في ظل هذه التجاذبات اللي انطلقت منذ البداية، وكيفاش يمكننا نتجاوزوا من خلال المجلس هذا القيل والقال، ما نطيحوا شي مرة أخرى في المثل القائل من الخيمة خرج ميل. أولا أشكرك مولاي مصطفى، وأريد في البداية أن أقول بأن المجلس الجديد ليس هو المجلس القديم، لا فيما يتعلق بتركيبته ولا فيما يتعلق بالأهداف. المجلس الجديد هو مجلس أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأهداف معينة واضحة لا غبار فيه، وأسسه إلى جانبه ووضع له مهام كبرى ولكنها واضحة المعاني. المجلس هو ليس مجلس منتخب، مجلس معين، وهذا من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك أن يعين جميع المؤسسات التي يرى أنها مناسبة لمرحلة ما. والمجلس الجديد سيواجه المرحلة الحالية وهو يحتوي على كل مكونات المجتمع الصحراوي المتعارف عليها، لا من ناحية القبلية ولا من ناحية الأجيال ولا من ناحية جميع طبقات المجتمع الموجودة حاليا في المرحلة التي يوجد عليها المجتمع الصحراوي. صحيح بأنه ليس مجلسا منتخبا، مجلس معين، وهذه صلاحية من الصلاحيات الأساسية. المجلس القديم سيخليه لنا كانت عنده توا شرعية. لا المجلس صحيح، المجلس كان ممثل ديال القبائل كلها. صحيح، ولكن ما كانوش فيه الأموات. صحيح، لا المجلس الجديد ليس فيه الأموات، هذه مقالطات من المقالطات التي سربتها بعض الصحافة. لا يوجد عضو واحد ولله الحمد ميتا في المجلس الجديد، هذه مقالطات يعني مع كل أسف سيقت في الصحافة وتم تكذيبها. يعني في أول جلسة للمجلس في الرباط تمت المنادات على جميع الأعضاء أمام جميع الأعضاء وكانوا كلهم حاضرون 141. إذن هذه من الأشياء التي سنحاول مع الصحافة أن لا تسيق خبر لغط الذي ساد كثير من الأشياء التي تقال في الصحراء أو عن الصحراء. أو المجلس القديم سيخليه هنا كانت فيه 300 ديال الأعضاء. لا كانت فيه 190 عضو. المجلس فيه 141. لا المجلس القديم عدد من 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 القبائل غير ممثلة. غير صحيح مولاي مصطفى، هذا كذلك غير صحيح. فلالة سيخليه لنا. فلالة ممثلة. مجاطة سيخليه لنا. ممثلة. لميار توبا تجاكا. مولاي مصطفى، نعم. لا توجد قبيلة إلا هي ممثلة، لكي نتفهم. لا توجد قبيلة واحدة من القبائل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة إلا وهي ممثلة في المجلس. شكون هي الجهة اللي اقترحت على سيدنا الله ينصره هذا المجلس؟ لا هذه قضية يعني هذا هو التفتيش عن الأشياء الغير مفيدة. الجهة التي اقترحت على جلالة الملك، هو الذي عينه. وعينه وله الصلاحية الدستورية أن يعين من يريد لمرحلة ما بهدف ما، وأحاط ذلك كله مفصلا في الظهير الملكي الذي أسس المجلس الجديد. المهام موجودة وكيفية تكوين المجلس موجودة في الظهير. هناك أولا 50% من أعضاء المجلس هم من ممثلي الأمة، نواب في الغرفة الأولى، مستشارين في الغرفة الثانية،
رؤساء الجهات، رؤساء المجالس الإقليمية، بعض رؤساء البلديات، بعض رؤساء الجامعات، يعني كل أنواع النمط لكي يمثل، لا من ناحية الحزبية، لا من ناحية الاجتماعية، لا من ناحية كذلك المجالية، أي أنه جميع الجهات الثلاثة ممثلة فيه، وكذلك جميع الأطياف الأخرى، الشيوخ ممثلين، الشباب ممثل، المرأة ممثلة، المعتقلين السابقين ممثلين، والجالية في الخارج ممثلة. وين الاحتجاج كاين السي خليل؟ والشكوى كاينة؟ لا كاينة شكوى، كاينة شكوى إيجابية مولاي مصطفى، وهي أن الجميع يريد أن يدخل إلى المجلس، وهذا معيار إيجابي. هذا يعني بأن المجلس عنده مصداقية. الاحتجاجات وهي دونت في شأنها رسائل إلى الديوان الملكي وكذلك إلى عمال وأقاليم، لا تعتقد بأنها قد تمس بالإجماع المطلوب أن يتوفر في هذا المجلس لكي يقوم بالمهام دياله؟ وبالتالي شنو نتوما يعني كرئيس يعني وكمكتب المجهود اللي درتو باش تحتويوا هاد الاحتجاجات في المرحلة الأولى باش تمشيو اللي هو مهم؟ أولا هذه الاحتجاجات هي محدودة جدا، والصحافة أولتها تأويل كبير، يعني هذه الاحتجاجات هي قليلة جدا، هي جاية من الأعضاء السابقين أو ربما بعض الجهات الأخرى اللي لم ترى بتمثيلها كافي، ولكنها في التعيين، في كل الأمور التي تعني التعيين لا يمكن الاحتجاج، تعيين تعيين والانتخاب انتخاب. المهم بأن المجلس هما لا يحتجون على التعيين، يحتجون على من يقترح. لا، من يقترح هذا يعني هو تفتيش على واش البيضة خلقت هي الأولى أو الدجاجة، يعني من اقترحها ليس بالمهم نعرف من اقترحها، من اقترحها هو الذي يقترح التعيينات. كل التعيينات جميع أنواع المعايير اللي اعتمدتها في تحديد منصب كل قبيلة سيحة. لا يعني القبائل ممثلة، لكي لا نطيل فيها، القبائل ممثلة نسبيا تقريبا بكل أهمية العدد القبلي لكل قبيلة حسب الإحصاءات. واش قصدتوا القبائل اللي في الداخل ولا اللي في تندوف؟ لا يعني جميع القبائل، يعني القبائل بأسمائها، كل القبائل ممثلة، جميع القبائل ممثلة، جميع شرائح القبائل ممثلة. ربما لأنه فيما يتعلق بهذا المجلس هناك رقبة شعبية كبيرة بأن جميع الناس تدخل المجلس، والحقيقة اللي كان يرضي الصحراويين حاليا بأن جميع الصحراويين يكونوا داخل المجلس، وبالنسبة لي هذا عنصر إيجابي جدا، هذا يعني بأن المجلس بدأ بمصداقية أن الجميع يريد أن يكون في المجلس. الرشيد أنه بالفعل هنالك توازن لتمثيلية القبائل والمناطق في المجلس الملكي الاستشاري، نقطة أولى. نقطة ثانية، تحدث الزميل مصطفى العلوي عن هنالك أموات، لدي عقدي وفاة لشخصين في المجلس الملكي الاستشاري. لا شك بأنهم إذا كان عندك العقد بأنهم متوفين ولكن ما موجودش في المجلس. بالنسبة لحسون القرن ما موجود في المجلس، حسين القرن ما كانش في المجلس. وهنالك رسالة وجهت لكم بأنكم استبدلتم اسم هذا الشخص باسم احد افراد عائلتي. لا هذا افتراء. نعم افتراء، ولكن هذه عقود ازدياد اشخاص متوفين. نحن لا نقول جلاله الملك عين رئيس المجلس. نعم. وعين الامين العام، ولم اما بالنسبه لبقيه الاعضاء هل بالفعل ما هي الجهه التي عينت هؤلاء الاعضاء بنظركم؟ عينهم جلاله الملك كل الاعضاء لنوضح الامور، كل الاعضاء عينهم جلاله الملك. لماذا لا يوجد هنالك تمثيليات؟ لا ولكن بلاتي انا بغيت لا بلاتي اسمح لي، هادو الشهادات. نعم. هما لا شك بانهم صحيحين. نعم. ولكن ليس لاعضاء في المجلس، الاعضاء الموجودين في المجلس ولله الحمد احياء يرزقون ويمشون على ارجلهم. انا اتفق مع استخالهن بان الاعضاء الموجودين حاليا هم احياء يرزقون، لكن اللائحه التي صدرت لاول مره في وكاله الانباء الرسميه وصدر فيها اسم حسين القرن ومحمد مصطفى المختار، هذا غلط مطبعي، يمكن غلط مطبعي، هذو صدروا غلط مطبعي وتوفاهم الله، واحد في 2005 والثاني في 1800. ولكن ما هو المهم في هذا الامر؟
المهم انا اريد ان اعرف ما هو المهم في هذا الامر، يعني التفتيش عن الجزئيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب لا تغني لا تسمن ولا تغني لانها ليست صحيحه. هذا هو اللقط، لا هذا هو اللقط التي تتناقله الصحف بدون تاكيد. كان على الذين ينشرون هذه الاشياء ان يتاكدوا من المصدر. طيب إذا سمحت، هذا يعني بأنك مقتنع بأن جبهة، وهذا سنقوله للجزائر، نحن سنحاور الجزائريين وسنذهب إلى الجزائريين وسأطلب سأستأذن جلالة الملك نصره الله في مقابلة الرئيس. سيد خلينا ندرس في الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أضافوا ملف الصحراء لأول مرة، لم يضيفوا ملف فلسطين ولم يضيفوا ملف جفاف إفريقيا أو لا. كيف تقول وتؤكد أن المشكل مغربي مغربي، ونحن طيلة 30 سنة نقول أن قضية الصحراء افتعلها فرانكو في لحظة كان يعتقد أن المغرب ضعيف وأن قواه قادة رموز قواه الوطنية في السجون، والجزائر منذ منتصف السبعينات وهي تعادي الوحدة الترابية المغرب، وأنتم اليوم تأتون لتقولوا أن المشكل مغربي صحراوي صحراوي وليس مغربي جزائري. أنا نحن سنسمع، نحن سنبذل، اسمع، نحن مهمتنا أن نقول لإخواننا الجزائريين جزاكم الله خير، أنتم إخواننا وأصدقائنا وأشقائنا وأحبائنا، نحن صحراويين لسنا مصطنعين، المغرب لم يصنعنا كمغاربة ولا كصحراويين، نحن صحراويين حقيقيين، ولكننا نحن الصحراويين الغالبية ديالنا تريد أن تبقى في المغربية وحصلت على ما تريد وهو الحكم الذاتي. نريد بأن أبناء عمومة الموجودين عندكم بأنكم تدخلونا وتصلحوا ما ذات البين. إحنا ما قدش نعيه من مخاطبة الجزائريين ولا أي طرف آخر لنقول لهم اكتفوا بما تقولوا وأنكم لستم طرف. فيما يتعلق أنتم قلتم أنكم ستذهبون إلى الجزائر وستفاتحون قادة الجزائر، نعم. هل هناك من مبادرات في اتجاه جبهة البوليزاريو لمفاتحتهم في طبعا فيما تطرحونه من أفكار؟ هذا إخواننا وأشقائنا وسنتطرحهم في أي وقت وأي حين وأي مكان. يمكننا نعتبر من خلالكم هذا الكلام السيد الرئيس أنه يمكن تحول جبهة البوليزاريو في إطار الحكم الذاتي لحزب معارض؟ لا في حزب مشارك. أي حزب معارض؟ لا مشارك. جبهة البوليساريو إذا أراد محمد عبد العزيز أن يكون أول رئيس الحكم الذاتي إحنا نساعده. طيب سيد الرئيس واش عليك؟ ولكن بلاتي حزب مشارك، وهي بانت طروحتها وأديولوجيتها أنها تطالب بالانفصال عنه. نحن سنثنيها، نحن سنثنيها. هل جبهة تطالب بالانفصال كمشارك؟ مهمتنا الأساسية هي إثناء الصحراويين أينما كانوا على الانفصال، وإثناء الجزائريين على مساعدة الانفصاليين ومساعدة الوحدويين المطالبين بالحكم الذاتي. هل يمكن اعتبار الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير؟ نعم وسأعطيك أمثلة. الحكم الذاتي هو قمة تقرير المصير. منظمة ليطا الباسكية أقامت الآن مع الحكومة الإسبانية وقف إطلاق النار دائم على أساس أنها تنازلت تاريخيا عن ما يسمى بتقرير المصير الانفصالي وساندت تقرير المصير المؤدي إلى الحكم الذاتي الحالي. الأيرش أرمي أو سي فين في إيرلندا الشمالية تنازل عن تقرير المصير الانفصالي وقبل بتقرير المصير الانضمامي إلى المملكة المتحدة. هذا ليس أول أمثلة كثيرة في الموضوع. الحكم الذاتي هو موقع متقدم جدا من تقرير المصير وتسيير شؤون الناس لشؤونهم في إطار الديمقراطية والحرية والكرامة. وهذا ما يليق بالضبط، وهذا ما يليق بالضبط بالصحراويين. لا يوجد الصحراويين الموجودين حاليا في تندوف والموجودون في كل مكان، لا يوجد صحراوي واحد منهم يمكن أن يقول بأن أبوه أو أمه أو جده ليسوا مغاربة منذ عهد جديد. كلهم أباءهم كلهم كانوا جيش التحرير، أباءهم كلهم كانت عندهم البطاقة الوطنية، أباءهم كلهم بكاوا على الحسن الثاني عندما أقامت الانقلاب المحافظة انقلاب سخارات وعند الطيارة كلهم بكاوا.
الصحراويين هذو الموجودين الآن في المخيمات. إذن الصحراويين مغاربة، ولكن يحتاجون على شيء من التفاهم والجدية والثقة والشفافية والنزاهة للانضمام إلى هذا المشروع. لو سمحت من البداية الأستاذ خليل، وأنت تتحدث عن الحكم الذاتي، لكن لا نعرف ما هو مضمون هذا الحكم الذاتي الذي قلت بأنه يمكن أن يكون بمثابة تقرير مصير. ما هو محتواه حتى معايير حتى يقتنع به الطرف الآخر الذي ما زال يطالب بتقرير المصير؟ معايير الحكم الذاتي معروفة لدى الخاص والعام. المعايير التي طرحها المغرب في مشروعه رفضت لأنها لم تكن ديمقراطية. المغرب لم يطرح مشروعا. طرحه 2003. لا 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 لم يطرح المغرب مشروعا. لا اسمح لي، شوف مشروع الحكم الذاتي أنا أتكلم ليس بلاتي أول مرة أطرح فيها الحكم الذاتي. إشاعات إشاعات. لا استسمح لي، ليست إشاعة، لأن الحكم الذاتي لم يرد في 25 مارس فقط. أنت تتكلم على نو بيبر، هذاك سميته نو بيبر. نو بيبر ماشي مشروع، لكن طرح لا. نعم. المغرب سيطرح الآن المشروع الحقيقي بعد مشاورات وطنية وديمقراطية. ممكن أن تعطينا مضمون هذا المشروع الذي يمكن أن يقنع الطرف الآخر؟ لأنه إحنا بلاتي لم تتم بعد المشاورة الملكية مع المجلس الملكي. نعم. ستتم في الأيام القادمة، ولكن لا يمكن أن أعطي المحتوى حتى نناقش في هذا الموضوع يكون رسميا يعني. بالنسبة لكم شخصيا، ولكن معايير الحكم الذاتي معروفة. بالنسبة لكم شخصيا، أي نماذج من الحكم الذاتي؟ إيرلندا، إسبانيا، أرشل أندونيسيا. مع العلم أنا ما زلت أؤكد على مسألة، أنت تتكلم على أن جبهة البوليزاريو مستقدة القرار والنماذج والحال أن المغرب، وهذا واقع، دائما كان يقول بأن جبهة بوليزاريو غير مستقلة القرار، ولو كانت مستقلة القرار لا حل المشكل منذ زمان. لا أخالف الرأي، لا أخالف الرأي في هذا الموضوع. صحيح هذا ما تقول صحيح. نحن نحاول بجميع الوسائل أن نجعل قرارها مستقلة بطلب من الجزائر، جزاها الله خيرا، كجار وكشقيق وكدولة عربية إسلامية مهمة وعندها تاريخ مهم، بأنها تساعدنا بأنهم إخواننا اللي في المخيمات بأنهم ينضموا إلى هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو الحل الوحيد، لا يوجد بديل آخر. من يحلم بإقامة دولة مستقلة أو من يحلم باستفتاء مفصول غير حقيقي مختزل، هذا يحلم بأوهام لن تتحقق أبدا. لكن هذا يكون بعد أن يكون المغرب قد وافق على مشروع حكم ذاتي متوافق عليه مغربيا. مشروع المغرب سيقدمه المغرب، لكن نحن سنحث الأطراف الأخرى وهو جبهة البوليساريو خاصة اللي هي معنية بالأمر، اللي هم الصحراويين. يعني بغيت تسميها جبهة البوليساريو والصحراويين، سميها الصحراويين، جميع الصحراويين، ليس فقط قيادة البوليساريو كقيادة أو ككيان، وإنما جميع الصحراويين. يا أيها الصحراويين، هذا مشروعكم التاريخي، هذا هو اللي كانوا أباءكم جاءوا 56 وقالوا لمحمد الخامس رحمه الله، هذا هو اللي قالوا أباءكم اللي ما زالوا حيين للحسن الثاني رحمه الله، وهذا ما أقره الابن الإبار لمحمد الخامس وللحسن الثاني جلالة الملك محمد السادس، وهو عمل تاريخي لم يسبق له مثيل. لم تتم مصالحة من هذا النوع مع الصحراويين منذ أن تصهر المولى إسماعيل مع خلاثة بنت بكار. يعني مصالحة حقيقية مبنية على من القلب إلى القلب، ولكنهم قابلوه بالرفض. قابلوا هذه المبادرة يا أخي، يعني يا أخي، أخي المصالحات فيها مد وجزر. نحن باقي ما بدينا الخدمة، باقي ما بدينا العمل. المجلس حديث النشأة، لم يؤسس بعد جميع مكوناته وعمله. نحن سنحاور كل صحراوي وسنقنع كل صحراوي وكل صحراوية بأن هذا هو مشروعهم المنشور. هل وضع المجلس الآن استراتيجية لهذا الحوار والتواصل؟ طبعا سيد رئيس، بل إننا بدأنا فيها. غريب التجارب الأقرب لكم شخصيا في العالم. أولا الحكم الذاتي هو سيبنى أساسا على المصالح الوطنية والقومية المغربية. كيف وضح؟ يعني لكل بلد خصوصياته. نعم. لكننا سنقتبس من جميع التجارب الموجودة، والأجدر أن تكون تتوافق أكثر مع خصوصياتنا. ولكن هذه قضية وطنية بدأت فيها مشاورات كل الأحزاب. طبعا. ليس مشروعكم أنتم الآن تقولون أنه سنأخذ من كذا وكذا. يا أخي راكم داخلين في الوحدة الوطنية. لا يبدو من خطابك أنك
فرضتي وصايا على القضيه هذه عقليه قديمه سنحاول كذلك تغييرها. جلالة الملك هو الذي سيقرر بين هذه المشاكل حتى مصالحة داخلية داخلية ومصالحة داخلية برانية. لا بالرغم من مصالحة لا بس ما تصالحة بالرغم من هذه العملية التصفيق على هذه النقطة أعود أنكم هذا الخطاب مارستموه طيلة 30 سنة ولم يؤدي إلى نتيجة وتحملون مسؤولية ليس حقيقة الأوضاع في الصحراء حاليا بتسييركم الجماعي الذي أي تسيير؟ أي تسيير؟ العيون؟ 13 سنة العيون بلاتي لا لا أو بلاتي لا لا العيون أنا 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 رئيس مجلس إدارة العيون منذ 83 أي منذ احتكار الامتيازات لا لا غتكلموا بلاتي أضع لي سؤال والجاوبة أنا لا أتخوف من أي سؤال ولا من أي قضية ولا من أي شيء. البلدية أنا رئيس مجلس إدارة العيون منذ 83 أي منذ الآن 23 سنة. العيون التي صرت رئيسها 83 ليست هي العيون اليوم. العيون اليوم مدينة حضارية كبيرة فيها إنجازات كل يوم فيه إنجاز وجعلتها عضوة في منظمة المدن العربية اسمها مدن العربية اللي فيها فقط الأواصي في المكتب الدائم العيون لا تنتخب هي عضو بمثابة القانون إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المعورة والقدس الشريف. لا اختناء عديدين على حساب القضية يرى فيكم المواطنين أنكم جزء لا من أعيان الذين استفادوا من خيرات المنطقة وأنكم وأن هوة كبيرة تتسع يوم بعد يوم تفصلكم عن الناس في المناطق. تعال نتلاحق قلت لي بأن الامتيازات أي امتيازات هل هي برا أو بحرا أو جوا يمكن تكون ثلاثة وغير طيب. سمعوا نعم سي مصطفى غير طيب. نوحدوا اقول لا 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 لانه لا بالمرس انا غنتكلم انا غنتكلم ما يبقاش ثنائي لا لا يبقى ثنائي انا غير ثنائي لا ما بغيناش ثنائي لا 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 لانه هذه مقالطات اصليه انا اريد اصلاحها. المقالطات الاصليه التي تساق هي غير حقيقيه. ماذا تريد ان تسال عنه؟ البحر مثلا أنا لا أعرف من يستفاد من البحر وأنا لا أستفاد من البحر. اسمعوا علي اسمعوا من الجو اسمعوا علي ليس لي شيء في الجو. من البر لا يوجد عنده شيء في البر. قلت لي الرمال نعم. الرمال لكي يتكلموا عليها الناس هنا ليست كمقاليع الرمال في الأقاليم الشمالية. مقاليع الرمال في الشمال هي امتياز يعطى لشخص أو مجموعة من الأشخاص. الصحراء كلها رمال. سيد الرئيس بلاتي. نعم بلاتي. والرمال التي تصدر إلى لاس بالماس ليست امتيازا. هناك 80 شركة تصدر رمال لاس بالماس اللي في قضية الشطارة اللي عنده زبون في إسبانيا يصدر أكثر من ليس له زبون في الأسبارما وليست بكل حرية ما فيها رخصة. ليس هناك قوانين ليست قوانين ولا لأن ولكن هذه خيرات المنطقة وخيرات المغرب. يا أخي واش أنت قد تمنع الناس منها تصدر الرمل للخارج كيف؟ إيه لأن هذه خيرات ديال المغرب ما يمكنش نصدر أنا مثلا من سلا نصدر الرملة لا الرملة عندنا إحنا بغينا منهزها عندنا لأنه مشكل نهزوها علينا هو مشكل إيه ولكن فيها لا بلاتي فيها أموال لا فيها عائدات مصطفى نعم هذه اللي تنادي لا لا بلاتي اسمح لي ثانية أنا ماشي ديالي باش نكونوا متفقين. أنا ليس اسمع أنا منذ 30 سنة في الدولة ياك ليس لي أدنى امتياز من أي نوع في الدولة المغربية. اسمع بلاتي يساق علي في الأخبار ولكن كلها أكاذيب. هذا هو الذي يغير أجواء خلال 30 سنة نعم. التي كان فيها الوزير الداخلي الأسبق إدريس البصري خلق هنالك أعيان استفادوا من المنطقة ومنعوا العمل السياسي للأحزاب الوطنية وهذه من بين المشاكل التي توجد التي يناهضها الآن أبناء الأقاليم الصحراوية. أيوة أبناء أنا لست منهم نعم. أنا تتكلم لي أنا على أبناء الصحراء؟ ألم تكن هناك مظاهرات ضدكم سيد خلاني أبداً أنا بالعكس أنا كنت في المظاهرات سيد الرئيس لا سمح إذن معلوماتك السي العراقي نعم. معلوماتك صححها جدد. أولا أنا لا أنتمي لإدريس البصري ولا للداخلية سابقا أم الوزارات بل إنني قاومتها في الوقت التي كانت قوة عظمى لا يقامها أحد وتخاف الناس منها يسارا ويمينا
يسارا ويمينا، ولكن اسمع، كل ما يتسوق عن الصحراء لا فيما يتعلق بالامتيازات ولا فيما يتعلق بما يسمى الريع ولا فيما يتعلق بالمتصدي، كله أكاذيب وكل مقلوط وكل مقشوش. سيد الرئيس إذا سمحت لي أنا سأوضح لكم حينما نأتي للموضوع. أنا غنرجع معك للقيادة الجزائرية اللي كدفع عليها. الغريب أن لا أدافع عن القيادة الجزائرية، أقول أشهد جهرا بما تقوله الجزائر جهرا. الملاحظ أن القيادة الجزائرية تصعد الموقف ضد المغرب كلما ازدادت أثمان النفط. لا 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 لا، هذه بارازيت لا يجوز قولها، أو بأن الجزائر دولة جارة فلها الحق أن تشتري ما تشاء وأن تقوم ما تجاء، وإحنا ما نتمنوا لها الخير، إحنا بغينا بأن نكون عندها الخير العميم وبأن نكون الجزائريين كلهم أغنياء وتكون مزدهرة وتكون لباس عليها ويكون بخير عليها، وهذا كيسعدنا ويدخل السرور في قلوبنا، غير بأن إحنا نقول الجزائر بغينا نتفاهمه. وهذا من الواجبات الدينية ومن العادات العربية، إن الله يحب العبد الملحاح، نحن سنلح على الجزائر وغيرها. يا إخواننا الجزائريين الله يرضي عليكم، خلونا نتفهموا مع بعضيات هناك. نعم سعيد، خلافا لدى شركة تقول لكي نقيم المغرب العربي، اسمحني، خلافا للشكل اللي كتقول بانه الجزائر ما عنيش بهذا الموضوع. نعم. نجد اصواتا من داخل الجزائر تقول للمسؤولين خليو عليكم دوك الدوس الثقار. نعم. حنا بغينا المغرب الجوار، ما بغيناش دوله وهميه لويزا حنون مثلا. اذا خاصنا نساعدوا هذا الاتجاه. لا واش لا، اولا هذاك ضد الشيء اللي كتقول. لا 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 ماشي ضد، ضده. لا واحد جزائرية. واحد جزائري. اذا نحن خاص، احنا ما خصناش نصبوا، احنا ما خصناش نصبوا النار، خصنا نصبوا السلب. السلب ما خصناش نصبوا النار، خصنا نساعدوا جميع الاتجاهات. نوضح الامور فقط، نوضح الامور فقط. هذه انا بعد مره لويزا لويزا حنون زائد سعيد سعد ديال الجمعيه الثقافيه الجزائريه، هذو مجموعه ابن بالله، هذو مجموعه ديال الناس اللي ضد الموقف الجزائري الرسمي. يعني الموقف الرسمي ايوا، ولكن احنا بغينا بوتفليقه. انتم الان كمجلس، احنا باقيين بوتفليقه. لا انتم كمجلس الان، واش كان ما كتفكروش بان هذا الصوت من داخل الجزائر نفتحوا عليه وتقويوا هذا التيار داخل الجزائر؟ نحن نريد ان نفتح على جميع الجزائر، نحن نريد من فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الذي اتشرف بمعرفته حينما كان المع وزير لخارجيه العالم الثالث، ان 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 نقول لهم يا اخواني احنا صحراويين حقيقيين، نحن الموجودين. هل تقصد المع عندما كان يروج لاطروحه الانفصال؟ لا 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 لا، المع وزير خارجية دولة عربية إسلامية جارة وشقيقة وصديقة، ولكن ما عرف فيه يعني سمعوا الجواب. وهي هذا الموضوع السعيد، انا لن اعرف، اسمع، انا لن اتكلم ابدا ما تقول، ولكن احترم ما تقول. يعني احنا سنقول للسيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نحن نريد منك ان تعترفين انك صحراويين، احنا صحراويين حقيقيين، ما صنعنا حتى حد، وإرادتنا ما صنعها حد وما فرض حد علينا، نحن نريد أن نكون مغاربة ونتمتع بتسيير شؤوننا بأنفسنا، نريد أن تصلح ذات بيننا مع إخواننا الموجودين ضيافة عند الضيافة عندك. هذا قد نقوله اليوم وغدا وبعده وبعدين 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 وبعدين، للرئيس وللحكومة الجزائرية وللشعب الجزائري وكل الأطراف الجزائرية ولجميع الدول، أننا سنبين لهم الحقيقة بأن البوليساريو ليست الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين أولا، هذا افتراء، كما أنها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية افتراء لا وجود لها لا على الأرض ولا في أي خيمة ولا في أي بلد، وإنما موجودة فقط في حاسي رابوني الذي يبعد 20 كيلومترا من مدينة تندوف. سنقول لهم بأن المشروع الذي نحن بصدد إقامته هو مشروع يصون ماء الوجه لجميع الأطراف. الجزائر أرادت أن تدافع عن طرف من الصحراويين، طيب سيدي ما خسرتيش، ربحتي، كل ما بغاه الصحراويين هو تحقق. سي خلينا لو سمحت، يعني هذه المغازلة ليست مغازلة وإنما لا. لهجة جديدة. لا اسمح لي، لهجة جديدة وأنا ليست مغازلة، لأن مغازلة حكم، لهجة جديدة لأن هناك لأن المجلس الملكي جديد، نعتبرها لهجة لهجة جديدة. نعم. ويعني لهجة التصالح، تصريحكم بأنكم يعني تودون حتى مقابلة قادة الجزائر،
أليس في هذا نوع من تجاوز حتى لصلاحيات هذا المجلس اللي هو مجلس استشاري مفروض منه أنه يقدم مقترح للملك؟ لا يجوز أن تكون غير في الوطنية، هذا مساهمة في إصلاح الأمور وحل المشكل. كل من له شيء يمكن أن يساهم فيه لإصلاح القضية هذا مقبول، هذه قمة الوطنية، هذه قمة العمل الوطني. لا يجوز أن نغير على أمور إدارية أو على أمور شخصية أو على اختصاصات وهمية، لا، هذا كل مغربي عنده شيء يقدمه للقضية الوطنية فخصو يجي، خصو يجي وخصو يقدم وخصو يكون قدام ونرعى القول والسان. أنت جبتي ودرتي لصالح القضية جزاك الله خيرا. ماشي مفروض هذا دور الدبلوماسية المغربية؟ لا دبلوماسية، إحنا كنا داخلين في بوتقة واحدة هي جلالة الملك، هو يكلف الخارجية بمهامها والمجلس الملكي مكلف بمهامه والكل مكلف بمهامه وكل بما لديهم وكل فريق بما لديهم فريحون. هناك من اعتبر الحكم الذاتي يا سيد الرئيس بمثابة جهوية موسعة، وبالتالي يتوجب إحداث تغيير دستوري لتكييف المقترح مع الدستور. هل نحن في حاجة إلى تغيير دستوري؟ تغيير الدستور هو باين كيفية تغيير الدستور واضحة في الدستور. من له صلاحية تغيير الدستور المبادرة تغيير الدستور هو جلالة الملك والبرلمان بغالبية ثلثين. إذن هذا موضوع يتعلق بهذا بجلالة الملك والبرلمان، غير أنه من البديهي بأنه إذا حصل تغيير على النظام الإداري للمملكة المغربية هاد الناس هادو كيفاش غتقرب لهم؟ فريت الأمن، بلاتي فريت الأمن خاوي ما فيه والو. كيفاش غادي تقرب؟ لا توجد خيمة واحدة ولا محل واحد في تفاريتي. كيفاش غادي نقربوا لهم المقترح ديال الحكم الذاتي وهم يؤمنون بالانفصال؟ لا بالمصالحة. نحن سن حينما يتصالح المرء يتصالح وينسى الماضي. قاعد نقول لهم السيدي بأنه المغرب تغير، هذا هو اللي قال جلالة الملك في العيون، المغرب تغير. الصحراويين إذا كان قراره مستقل الكل يعرف بأن قرار الوزارة غير مستقل. لا قلت بأن سنتكلم على الجزائر فيما بعد. كان نقول بأنه نحن أسمع، أولا الصحراويين ليسوا هم البوليساريو، البوليساريو يمثل الجزء الموجود تحت إدارته الأمنية والسياسية في مخيمة الدول. الأمم المتحدة السيد الرئيس كتقول لك بلاتي خليني نكمل مولاي مصطفى، بلاتي هو يمثل المخيمات الموجودة تحت إدارته، لا أقول أنه يمثل حق تحت إدارته، لأنه عنده إدارة أمنية وعسكرية وسياسية وغذائية لمخيمات معينة يمثله، طيب أو يقول أنه يمثله. ولكن الصحراويين الموجودين في جميع النواحي واللي كيسمعون الآن يعلمون بأنه البوليساريو لم يحقق أي من الأهداف التي أسس من أجلها، لم ينتصر عسكريا ولم ينتصر لتحقيق الاستفتاء ولم يقيم الدولة على التراب. حينما نقول إقامة الدولة هو إقامتها في العيون وفي الداخلة وفي بجدور وفي أوسرد وفي السمارة، أي على التراب الذي كان خاضع للاستعمار الإسباني. البوليساريو فشل فشلا ذريعا خلال 30 سنة الماضية في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، وهذا جميع الصحراويين يعرفوا بأنه ما نجح. ولهذا أصبح من الضروري أن يتجه جميع الصحراويين الآن إلى شيء آخر اللي هو يضمن لهم جميع الحقوق التي ماتوا الناس من أجلها والتي حاربوا من أجلها دون أن يخسروا وطنه، وهذا هو اللي قد تكلموا عليه معه. خلينا إلى مشينا مع المنطقة ديال التحليل ديالك، المفترض أن من الأشياء الأساسية لتأسيس هذا المجلس هو التهيئ لحكم الذاتي، وبالفعل هذا الحكم الذاتي حتى يقبل به الطرف الآخر يجب أن يكون طرفا داخل هذا الحكم الذاتي. نذهب مع هذا التحليل ديال أن البوليساريو مجرد منظمة سياسية أو عسكرية كما سياسية عسكرية. عسكرية كما أشرت إلى ذلك، لكن لديها تعاطف داخل الأقاليم الصحراوية، لماذا لم يتم الالتفات إلى تمثيل هذه المنظمة داخل المجلس الاستشاري ما دام أنه سيأتي؟ أي منظمة؟ منظمة البوليساريو ما دام أن هناك مناصرين لها. لا لا لا, 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 لا لماذا لا يتم تمثيلهم داخل هذا المجلس؟ سيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي إذا قبلنا بمبدأ الحكم الذاتي، الحكم الذاتي يعني أن
سيكونون جزء وطرف في هذا الحكم الذاتي. البوليساريو الحكم, نعم. الحكم الذاتي معروض على جميع الصحراويين, نعم. والبوليساريو جزء أساسي من الصحراويين. إذن الحكم الذاتي معروض كبديل للانفصال. لا يمكن الانفصال في الصحراء, غير ممكن. يعني لا تاريخيا تحاورون الجبهات البوليساريو. نعم, هذا يعني انكم ستحاورون الجبهات البوليساريو. طبعا سنحاور جميع الصحراويين اينما وجدوا, في البوليساريو او في الجزائر او في موريتانيا او في اسبانيا او في في كل جهه. هذا مشروع يعنيهم يا الصحراويين. ما هي آلية يا الصحراويين كنتم تشتكون وتقولون بانكم ليست لكم مكانه سياسيه في الدوله المغربيه, كنتم تشتكون بأنكم المغرب لا يعتبركم جزء بشري من اللعبة, كنتم تقولون بأن ليست لكم العلاقة التاريخية الممتدة منذ المولى مولاي إسماعيل, أن ليست لكم علاقة مباشرة مع جلالة الملك. هذا كله أصبح محقق اليوم. تعالوا اليوم, تعالوا عندكم استراتيجية. لا عندنا طبعا, عندنا فعلا نتكلم عن استراتيجية. تعالوا اليوم نقول الحرب تبين بأنها لا تحقق شيئا, لأن جبهة البوليساريو كانت تضرب ما بين الدورة والعيون, الدورة تبعد من العيون 40 كيلومتر. واليوم أنتم تعلمون بأن الربط يجاور الحمادة, أي يجاور الربوني ويجاور المخيمات. هذا علامة أساسية حقيقية ملموسة لفشل ذريع. والمعلوم بأنه الحرب مستحيلة لم تحقق لكم الغاية, وهي دولة مستقلة عن طريق السلاح. رقم جميع الأسلحة المتطورة, جميع الأسلحة من الصام 8 والصام 6 والصام 2 والصام 3 ومن الدبابات المتطورة ومن جميع, لم تحققوا أي من النصر العسكري اللي هو هدف جميع المنظمات العسكرية. كما أنكم تعلمون بأن الاستفتاء مستحيل, إقامة الاستفتاء في الصحراء مستحيل لأسباب. علاش مستحيل سيدي؟ غادي نقول لك علاش مستحيل. الأمم المتحدة اعتمدت قبائل معينة هي الممثلة في المجلس الملكي الاستشاري, ولكن هذه القبائل لا تقيم فقط على أرض المغرب, هذه القبائل ممتدة إلى الجزائر وممتدة إلى موريتانيا, هي موجودة في المغرب وموريتانيا والجزائر. إذا أردنا أن نقيم استفتاء عادلا ونزيها وحرا لتقرير مصير الصحراويين كافة, يجب أن يقام على مجال الصحراويين كافة, أي يجب أن نقير حدود البلدان الثلاثة ونقومه من العباطلة جنوبا إلى 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 يقيدي, ومن العباطلة إلى العرق, ومن العباطلة إلى 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 الحدود المالية ديال المكان, ونقيمه كذلك في البير والزويرات والتميميشات وإنال ونواذيبو.